رب تكونوا بخير. انا بس حابه انبه يا جماعه على الناس واوضح لها صوت فيهم حصل. الناس دي كنت مصوره معاها من قيمه كام يوم بالظبط، محمود وايلو دول واقفين قدام محل الحشمه، لكن مالهمش علاقه اصلا بمحل الحشمه اساسا خالص، عشان بس تبقوا فاهمين. محمود كان واقف على الستاند بتاع البلازرات وحاجات الصيفي، وايلو كان واقف على تصفيات الشتوي، تمام؟ الاثنين مش شغالين برضو مع بعض، ده واقف على ستاندات وده واقف على ستاندات، ومكانهم اساسا قدام الكشك اهو زي ما انتم شايفين، قدام الكشك وعند حزب مستقبل وطن، تمام؟ عند حزب مستقبل وطن اهو، عشان بس الناس تبقى فاهمه وعارفه، لكن ما لهمش علاقه بمحل الحشمه اساسا. وده يا جماعه شكل محمود مبارك وده شكل ايده اهو، عشان بس الناس تبقى شايفاهم وعارفه ان دول منفصلين تماما عن محل الحشمة، عشان الناس مش تسيبهم وتروح تدور في محل الحشمة. محل الحشمة اصلا محل لوحده منفصل بحبه، تمام؟ كنت مصوره معاهم قبل كده، بس الحاجات دي اللي انا صورتها مع الناس دي مش تبعهم اصلا، دي تبعهم هم الشخصيه، تمام كده؟ عشان بس الرؤيه تبقى واضحه. وانا عامه هعيد تاني الفيديوهات، يعني هحط لكم اللينكات تاني للفيديو ده عشان تبقوا عارفين شغل محمود، هحط لكم رقمه، شغل كينو هحط برده الرقم بتاعه، عشان الناس لو عايزه اي حاجه منهم او عايزه اي استفسار تتصل عليهم، تمام كده؟ شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما انتوا شايفين محمود يا جماعة عنده دباديب ب25 جنيه، انتوا هتشوفوها طبعا معاكم دلوقتي، هو هيعرضها حاجة حاجة. هو موجود كل يوم، ده محمود اللي انا صورت معايا زي ما فهمتكم، البليزرات الصيفي اللي ب45 جنيه، والشميزات الصيفي برضو اللي هي ب85 جنيه. اللي ما شافش الفيديوهات دي مع محمود ومع اينو، بعد اذنكم يا جماعه انا هحط لكم اللينكات في صندوق الوصف في الكومنت المثبت، وهحط لكم ارقامهم عشان خاطر اي استفسار تكلموهم، تمام؟ يا ريت تكملوا لاخر الفيديو عشان برضو تتفرجوا على كل الكوليكشن اللي هو عنده، زائد كمان عنده حاجات ب 35 جنيه، يعني ده 25 جنيه تنفع هدايا وتنفع للعرايس اللي يعني بتجهز وكده، عايز تحط حاجات زي كده في شقتها، تمام؟ وكمان اي اطفال، يعني اي اطفال عندك في البيت صغيرين بيحبوا الدباديب والحاجات دي تقدري تجيبيها لهم برضو، سعرها حلو جدا ب 25 جنيه الدبدوب، وفيها كل الاشكال، وفي حاجات عنده اكبر من كده ب 35 جنيه هتشوفوها في اخر الفيديو، تمام؟ مكانه في 26 يوليو قدام محل الحشمه عند حزب مستقبل وطن. مكانه هقول تاني في شارع 26 يوليو في وكالة البلح القاهرة عند حزب مستقبل وطن قدام محل الحشمة. طبعا ده مشهور جدا، صورت فيه كذا مرة محل الحشمة، وأكيد أنتوا عارفينه وشفتوه قبل كده. حاولوا تشوفوا الفيديوهات اللي في صندوق الوصف وكومنت المثبت عشان تبان لكم الرؤية واضحة، وأي استفسار لأي حاجة بعتوه على الكومنتات، وأنا معاكم تحت أمركم في أي استفسار وفي أي طلب إن شاء الله لأي ريفيو الفترة الجاية. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، متنسوش اللايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على كلمة الكل عشان يوصلكم كل الاشعارات حصريا اول باول على قناة فيها حاجة حلوة.